الناحيه اليسرى، كره امامي الان لعدي القره، عدي القره، عدي القره، وهناك ركله جزاء، ركله جزاء، وهناك ايضا بطاقه ستكون حاضره حمراء، بطاقه حمراء لمهند خير الله، ضربتين في اقل من ثانيه، ركله الجزاء والبطاقه الحمراء شباب الاردن. نشاهد هذه الكره الاماميه الطويله، نشاهد يتقدم عدي القره، يتجاوز مهند خير الله، واعتقد كره ما فيها شيء، كره ما فيها شيء. نشاهد عدي القره، اعتقد هو اعقد اعتقد او يمكن يعني تعثر لوحده،